كاين الناس اللي تقول لك الموروث الثقافي ديالنا سواء الموسيقى الأندلسية أو في الملحون ما نحيدوش على الغبار ونخليوها كيما هي. يعني أنت دخلتي تعيساويت فيها وبدلتي لها النمط الموسيقي، كان سهل كيف تلقاو المتتبعين وش كان تشجيع من طرفهم؟ بالعكس لقى استحسان من أهل الشأن يعني في تعيساويت. بالعكس يعني قدمنا واحد طبق عيساوي بشكل راقي ومنظم ماشي عشوائي أو مثلا نمطي، وهذا هو اللي كنقدروا نقدموا به مثلا باش نعرفوا احنا مثلا الزميطه بهذه الطريقه هذه موسيقيا بالنسبه للآخر اللي ماشي هو مغربي، فهمتيني؟ فخصنا نقدموه في واحد الحله جميله. بالنسبة للآلة الأندلسية فهي أصلا فيها الموسيقى ومنظمة يعني نوعا ما، ماشي بحال مازال يعني الذكر العيساوي مازال فيه شي شوية، لأنه كاين فيه شوية العشوائية يعني خصو ضروري يتقاد فاش إلا بغيتي تغنيه يعني بالركائز الموسيقية وبالعزف وبهذه المسائل هذه. شنو هما الركائز ديال تعيساوي وحنا تنتكلموا عليها ياسين حبيبي؟ شوف الركائز ديال هو ذكر، أولا هو ذكر. دابا هذه اولا محبوبه الجماهير في مكناس هي الاولى، هاد الزميطه هذه كانت يعني عند الناس في مكناس واحد الشكل يعني ما تصوروش يعني كيبغيوها بزاف، لهذا جا النظم عليها وجا التفاعل الكبير ديال الناس معها. ثاني حاجه هنا ماشي كنقولوا غير الزميطه غير هذه مراحل المراحل باش كتصوب الزميطه، ولكن راه فيها ذكر كذلك لانها كتبدا كيقول لك ها كيفاش كنبداو نصوبوا حنا ديك الزميطه. هو معيش مغربي خالص من قديم الزمان، راه عنده قرون وقرون. الزميطه ماشي شي حاجه اللي هي بحال كنقول لك شي تراث اللي هو هويه ديال المغرب في الماكله، ولكن بالنسبه للتعيساوية تبارك الله كاين اذكار وكاين القصائد اللي كتغنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدح ديالو في المناجاه ديال سيدي ربي، يعني حتى هما عندهم قصائد كذلك الملحون، ولكن حنا كنهضروا على اساس ان مثلا فاش غتسمع الزميطه من عند عيساوى غتسمعها بطريقه نمطيه عاديه وكيتفاعلوا معها الناس لانها كتسمعوها، ولكن فاش كندخلوا عليها هذه التحسينات لا من ناحيه الاداء ولا الاضافات الفنيه ولا الجمل الموسيقيه الجديده الا كتعطيها في واحد الطبق اللي هو جميل كيقدر حتى المصري يسمع ويقولنا شنو هي الزميطه، يقدر حتى سميتو الخليجي يسمع ويعرف شنو هي الزميطه، حتى يعني الفرنسي او هذا. يعني حنا ما كنقدموش التراث ديالنا غير لينا حنا اللي كنفهموه، ولكن حنا سفراء ديال التراث اللي خصنا نقدموه في ابهى حله.